السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي رياس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بغيت نتعلم صيد بالقصبة اللي كتقدم عليكم قناة محبي الصيد بالقصبة. السلسلة اللي كتركز على دروس لفائدة المبتدئين في الصيد بالقصبة، وكذلك عندنا طلب من الناس المحترفة تساعدنا قدر الإمكان. اللي عندها شي ملاحظات ولا شي إضافات مرحبا بها، احنا تحت الطلب، احنا نحن كاملين كنتعلموا. هذا من جانب. اليوم الحلقة تاع اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الماريا، يعني الماريا كبيرة الماريا صغيرة، كي تسميها الماريا كبيرة الفساد، او هذا ما سميتو الفساد، وكاين الحامل الماريا كبيرة الحامل، الماريا صغيرة الفساد، كل واحد كيسميها. المهم حنا غادي نتطرقوا داكشي بشوية بشوية، نطلب من الله اننا نكونوا فينا وسطو فينا ان شاء الله باذن الله. اول حاجة غادي نهضروا على الماريا. الماريا سيدي هي الحركة اللي تاع البحر، يعني البحر كي يعرف واحد مجموعة من التقلبات، يعني واحد المدة كي تكون فيه البحر كيعمر مزيان وتيخوي مزيان، هنا كنسميوها بالماريا كبيرة أو الحامل كيف يسميها البعض. ميكي البحر كيخوي شوية وتيعمر، ما كيف نقولو حنا ما خاوي ما معمر، كتسمى الماريا صغيرة أو الكساد. هنا هاد الفترات هادو كل واحد كيف شي كل رئيس، يعني ما كاينش شي حاجه محدده بالضبط. يعني كل بعض الرئيس يقول لك تكون ماريا كبيره تيكون الحوض طاير، العكس بعض الرئيس يقول لا انا تكون ماريا صغيره تيكون الحوض طاير. هو على حسب المصيد، كيف نقولوا المصيد كيلعب دور مهم بالنسبه للماريا كبيره وصغيره. من كتكون ماريا كبيره تيكون البحر معمر وتيخوي وتعمر، كيتفضل الصيد في الشواطئ، يعني في الرمليه، في الشواطئ الرملية، يعني كي حبذا انه بنادم يمشي القشطة الرملة كيف نقولو. ومن كتكون الماريا صغيرة او الكساد، يعني حبذا انه بنادم يمشي يصيد في العلاوات والجروفة، كتكون شوية الفرجة. هذا من جانب. كذلك بالنسبة للمد والجزر، كاينة هي حركة ديال البحر، يعني المد والجزر باش نعرف امتى غادي يكون البحر معمر، امتى غادي يكون مخوي كيف تنقولو بالمصطلح ديال الرياس. يعني المد راه خاوي معمر والجزر راه خاوي. هاد المعلومات هادو يعني بينا نفيدو كيفاش ان بنادم يحسب. انا غادي ندير لكم واحد العملية مبسطة تشوفوها امامكم كيفاش واحد نحسب انني يعني كاين واحد العملية حسابية باش نحسب امتى غادي يكون المد وامتى غادي يكون الجزر. المد مثلا كنشوف التاريخ الهجري، يعني خاصني يكون عندي علم بالتاريخ الهجري، مثلا نديرو 26 ولا 27 تاريخ الهجري، كنضربو في 50، ضرب 50 داك الناتج اللي كيخرج ليا تنقسمو على 60، هذاك الوقت اللي غادي يخرج ليا هو تقريبا الوقت اللي غادي يكون فيه المد البحر معمر. باش نعرف ان امتى غادي يخوي كنقص 6 السوايع على الوقت اللي خرجت ليا هذاك الحاصل. يعني دابا انا غادي نشرح لكم بطريقة مبسطة امامكم دابا، يعني غادي ندير مثلا واحد تاريخ هجري كيف تيبان قدامكم، غنديرو ضرب 50، هو الناتج كيخرج لينا دابا مثلا كنقسمو على 60، هذاك هو الساعة. نعطيكم مثال، الناس ديما نعرفو نص الشهر اشنو غادي يكون، هنا يعني 15 هجري، غادي نضربو على 15 في 50 وغادي نقسمو على 60، غادي يعطينا البحر غادي يكون معمر تقريبا مع 12 ونص تقريبا، يعني ما شي هذا الشيء كاملو ما ماشي اكزاكت، يعني كتقريبي، يعني كاين بزاف العوامل كتلعب. هذا من جانب. وباش نعرف امتى غادي يخوي كنقص 6 السوايع وكذلك كنحدد الوقت. مثلا انا بغيت نخرج شي نهار، كنعرف النهار اللي يجري اللي بغيت نخرج فيه، كندير هذه العمليه هذه. وهذا واللي عنده شي اضافات ولا شي تدخل مرحبا به، وتحيه اخرى، وعواشركم مباركه، ورمضان كريم، وعيد مبارك سعيد لجميع الاخوه المسلمين في المكان. تحيه